مساء الخير. رأى رئيس تيار المردة سليمان الفرنجي أنه عندما يريد سعد الحريري العودة إلى رئاسة الحكومة سيجلس مع جبران باسيل يتفاهم معه من جديد ونحن نطلع برا، معتبرا أن هناك ضياع عند فريق 8 أدار فيما يخص الموضوع الاقتصادي. وقال الفرنجي بحديث صحافي: باسيل يريد إسقاط حكومة دياب ليس من أجل لبنان بل من أجل أن يأتي بحكومة يكون له فيها 10 أو 12 وزير. وعندما سئل عمن سحب اللقمة من فمه حين رشح سعد الحريري لرئاسة الجمهورية بالمعركة الرئاسية الأخيرة، أكد فرنجي ومن دون تردد أنه حزب الله من قام بسحب اللقمة بالرغم من امتلاكه 70 صوت لصالحه حينه. كلم فرنجي رد عليه الحريري سريعا بتغريدة فكتب: عزيزي سليمان بيك، وأنا بحب كتير كمان وأحسن شي فيك، بحبك كتير كمان وأحسن شي فيك صدقك وكلامك المباشر، لكن رسالتك إلي ما كانت بمحل. صحيح أنا رجل تسويات وترشيحي لك كان نوع من تسوية، لكن بحب تطمن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين وأنا رجل مؤمن الحمد لله. فرنجي رد بدوره على الرد قائلا: عزيزي دولة الرئيس، لا أشك بصدقك ونحن لدغنا من الجحر ذاته، ردك يقطع الشك باليقين ويطمئن كل حريص على لبنان. هذا وكانت سلسلة مواقف لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري بدردشة إعلامية من تبع سوا. بسلسلة مواقف بارزة طالت مختلف الملفات المطروحة، خرج الرئيس سعد الحريري في دردشته المعتادة مع الإعلاميين. البداية كانت من سؤال أو تي في حول تعليقه عن كلام رئيس الحكومة حسان دياب حول تدخل أحد رؤساء الأحزاب السياسيين لدى الدول الصديقة لمنع المساعدات عن لبنان، بظل ما قيل من أن المقصود كان سعد الحريري. فعلق الأخير بالقول: أتأسف أن يتحدث موقع رئاسة الحكومة بتدخلات مع الدول العربية، فالخطاب في هذا الموقع تدنى إلى ما لا يتخيله أحد، موقع رئاسة الحكومة تبهدل وأنا لم أتصل بأحد، ونقطة على السطر. عن تحركات اللواء عباس إبراهيم ولا سيما زيارته الأخيرة للسفارة السعودية، سئل الحريري فرد بأنه لم يلتقي بعد اللواء عباس إبراهيم ولم يتصل بأحد في الكويت ولم يلتقي أصلا السفير الكويتي. عما حكي من مقاطعة السفير السعودي لسعد الحريري سألنا رئيس تيار المستقبل فقال: خليهم يضلوا يأمنوا بهالأمور وأنا على قلبي أحلى من العسل. ليضيف: هذا تخبط سياسي لا سابق له، والعلاقة مع السعودية ومع كل دول الخليج ممتازة. في موضوع الحياد قال رئيس سعد الحريري: هناك ناس تعارض الحياد وتتحدث عن ضرورة حياد وطني، وسأل النائب النفس: أليس حيادا؟ هل طبقناه كفرقاء سياسيين وخاصة حزب الله؟ نحن فقط من طبقه وامتنعنا عن الحديث عن سوريا، علما أن مبدأ النائب النفس أقر في عز حكومة الرئيس ميقاتي التي كان حزب الله يشارك فيها ليكمل إسرائيل عدو وما حدا يزيد علينا بهالموضوع. أما عما يحكى من عروض تقدم من هنا وهناك لمساعدة لبنان، فرد الحريري: علينا الانفتاح على كل دول العالم، وهذا الاقتصاد الحر يجب أن يستمر، هم يعملون على التغيير من دون الإصلاح. وسأل هنا: لماذا يريدون تعديل القانون 462 أي قانون الكهرباء وكذلك صلاحيات الهيئة الناظمة؟ هناك خلل في السياسة، الإصلاح ليس هكذا، فلتقدم الحكومة مشروع إنقاذ منطقي ونكون نحن معه. عن إقرار مجلس الوزراء ورقة عودة النازحين علق سعد الحريري بسؤال مفاده: صار لهم 6 أشهر بالحكومة، رجع شي نازح؟ أما عن تغريدة الوزير جبران باسيل حول طريق الرجعة الصعبة والتي قصد فيها سعد الحريري، رد الأخير بالقول: باسيل قال منذ سنوات أنه سيكون هناك كهرباء 24/24، وكذلك هو كلامه عن طريق الرجعة التي قصدني بها. أما بملف المحكمة الدولية فختم الحريري دردشته الإعلامية بالقول: علينا احترام كل القرارات الدولية المعنية، والناس طالبت بالحق أو العدالة، وفي 7 آب سيصدر الحكم وسيكون لي كلام حينها، انطروني. روني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن هناك نوع من هيمنة لحزب الله على الحكومة وعلى السياسة اللبنانية بسبب الدخول بحروب وأحداث عربية ودولية لبنان لا يريد بالأساس وتحييده هو الحل. وبحديث لفاتيكان نيوز أشار الراعي إلى أننا لسنا ضد حزب الله، لكن نريد أن نعيش سوية بمساواة وبناء مجتمعنا اللبناني، واعتبر أنه لا حل إلا بإخراج لبنان من الأحلاف السياسية والعسكرية مع أي دولة، ويكون لبنان بذلك دولة حيادية فاعلة
ومفيد من أجل السلام والاستقرار، وهذا ما نحن نعمل من أجله. فكانت ردة الفعل العارمة بلبنان وكأن وجدوا باب للخلاص من هذه الأزمات التي نعيشها. وقال الراعي: الواقع اللبناني اليوم مهدد لأننا متروكون من البلدان العربية وبخاصة الخليج، ومتروكون من أوروبا وأمريكا، لأن الجميع يقول لا نستطيع أن نساعد لبنان، لأننا بمساعدة لبنان نساعد حزب الله لأنه يسيطر على البلاد. وردا على سؤال حول ما هي الآلية التي يجب اتباعها من أجل هكذا حياد، أعلن الراعي أننا نستمر في بحث هذا الموضوع مع القيادة اللبنانية والشعب اللبناني، ثم مع سفراء الدول، ثم مع الكرسي الرسولي، حتى يصل هذا الأمر إلى الأمم المتحدة، دولة أو دولتين أو أكثر من الدول التي تشكل مجلس الأمن، الدول الستة. يكفي أن دولة واحدة أم اثنتين تقدم اقتراح إلى الأمين العام مع لبنان ليكون لنا نظام الحياد الإيجابي والفعال. وحول الوضع المعيشي والاقتصادي، أشار الراعي إلى أننا نساعد العائلات التي ليست لها أي مدخول لكي لا تموت جوعا، فنأمل أن تنتهي المشكلة السياسية التي إذا حلت تحل حتما المشكلة والأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية. دعا رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اللبنانيين إلى مساعدة الدولة بالمواجهة، لأن التدقيق الجنائي يلقى مقاومة. رئيس الجمهورية شدد بسياق آخر على أننا ملزمون بالدفاع عن أنفسنا، أكنا حياديين أو غير حياديين. قصة الفاسدين بدنا نعتمد وسيلة هي تكون ناجحة توضع يدها على الملفات. نحن بدنا نعمل شيء بسموه التدقيق الجنائي، وهيدا عم نلاقي مقاومة لإجراءه مش على صعيد الشعب العادي، وهون بدنا مساعدتكم، لأن من دون ما يكون في حركة سندنا ما رح نقدر نعمله. وطبعا إذا واحد بده يحكي بالحياد مش معناتها بده يتنازل عن حقه بالدفاع عن نفسه. فإذا منضل محلنا هلا نحن ما رح نعتدي على الناس ولا رح نأيد الخلافات والحروب بالمطلق، بس طبعا نحن ملزمين بالدفاع ان كنا حياديين او مش حياديين. بدأنا نوضع الخطط وننفذ. امبارح وضعنا خطة عودة النازحين السوريين، ورح بعمل اجتماع للسلطات اللبنانية المعنية بترتيب عودتهم، وهذا طبعا عم بيصير بده يصير مع سوريا الاتفاق على الموضوع، يكون موجود معنا بالدول اللي بتهتم بشؤون النازحين، لأن طالما نحن عم نطالب نعتمد على الأجوبة تبع الدول، هالمرة ما نعمل شيء عملي للقيام بالواجب اللي بترتب عليهم. في مسألة الحدود كمان سرني عليها، ونحن على وشك نرجع نشتغل به أعطوه من الأمم المتحدة رعاية حتى نصرف هالمشكلة بينه وبين إسرائيل. قصة الأزمة، الأزمة بدأت تتكون مثل الجنين ولدت بأيامنا، والديون ترتبت على لبنان خلال 30 سنة، وهيدي صعبة حاليا ترى بيتأثر فيها كل اللبنانيين، الفقرة بصورة خاصة. وهون اللي عم نعطي مساعدات طبعا مش كافية، بدنا ان شاء الله نزيدها حسب ما بيجينا مساعدات، لأنه كمان الخزينة عندنا فاضية بس عم نعطيها أولويات. عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي أكد ضمن برنامج رح نبقى سوا أهمية الدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية بهذا الوقت وهذه المرحلة الدقيقة. شوفي عندك رئيس جمهورية ما بحياته هرب من تحمل المسؤولية، من لما كان ضابط صغير لقائد لواء لرئيس حكومة عسكرية لقائد جيش رئيس حكومة، ولا مرة هرب. في ناس أحلالهم يهربوا وبعدين يوجهوا الملمات وينظروا المعارضة ربيحة. صحيح، المعارضة ربيحة. صحيح. رئيس الجمهورية يتحمل شعلة النار، هو أول مين استخدم العبارة،
ومنيح اللي عندنا اياه اليوم، وما حدا غيره اليوم رئيس الجمهورية، لأنه هو أدى وقدود وعنده الخبرة الكافية، حريص على الوحدة الوطنية. إذا قلت لي شو دوره قبل كل شيء تاني، حريص على الوحدة الوطنية لدرجة أنه هو كان على طول مبادر بفتح خطوط الحوار والتفاهمات مع الآخرين، مد اليمين للآخرين، كل التفاهمات، لن آتي على واحدة، وكلنا شاهدين عين، بعدنا لحد هلأ عايشين. مش حرام مكان هو كمان بال75 حامل سدة المسؤولية، يمكن كان وفر علينا كل الحرب، لأنه الطريقة اللي بيتصرف فيها رائعة ووطنية، الوحدة الوطنية، حماية البلاد، حماية الأمن بالبلاد، دعم مشاريع الإصلاح، هو عمل تكتل التغيير والإصلاح، قدم بأيامه هالاقتراح وغيره من الاقتراحات. طبعا مش سهلة، أنت لو بتعرفي كيف بمرمسوك تيوصلوا لك اقتراح للنقاش لينقر، هيدا التكتل الجديد يلي هلأ نشأ. شوفي 14 اقتراح قانون بالإصلاح ما عدا القوانين الثانية. وأنا بدي أقول شيء، فخامة الرئيس هو صاحب التحقيق المالي، صاحب الفكرة، التحقيق المالي الجنائي، هو صاحب الكلمة. وسنة 2005 لما إجا حكي عن التحقيق المالي، أوكي، هلأ اليوم ما بدنا نختلف على العبارات، تحقيق مالي جنائي فورنسيك اوديت. البعض بيقولوا هيدا ليش بدك تروح فيه على مصرف لبنان؟ مصرف لبنان ما عنده عقود، ما عنده اكسبنديتشر، لا ما بيصرف، هو بيتعامل مع المصارف. بده تحقيق اخر، تحقيق تحليلي او تحقيق اداري، هل تعامل مع المصارف بشكل متساوي؟ ولكن المصرف هو الفلتر الاقتصادي والنقدي تبع لبنان، إذا بلشت فيه يمكن أهون وارتضوا الكل يبلشوا فيه، لأنه إذا تبلش بوزارات دغري بتجي خطوط الحمر والطوائف وإلى آخره، لكن إذا بلشت فيه بتحطي إيديك على خيوط بتدلك على وين راح المال، والأهم ليش. بالتحقيق الجنائي أنت عم تسألي ليش، التفسير لكل صرفية، ليش انصرفت؟ وين انصرفت؟ ما بيكفي بس تقولي انصرف هالمشروع وهيدي وصولاته وهي فواتيره، عال هاي المطابقة سهلة، بدي اسأل أنا كان بيسوى ينعمل أفضل؟ مين المستفيد؟ وين هو؟ إلى آخره. هذا التحقيق اليوم صار ضروري، ونحن ماشيين باتجاهه. آخر نهار سألتيها لمعالي الوزيرة هالشركة، هيديك الشركة لا هم، آخر النهار بده يصير هذا التحقيق، ويمكن هذا اللي بيفسر لي ليش عليان النبرة ضد الحكومة، ضد الرئيس، ضد كل مسعى إصلاحي، تبخيص الأمور حتى ما نوصل للنتائج ينعرف مين وليش. وزيرة المهجرين غدا شريم وضمن برنامج رح نبقى سوا أيضا تحدثت من جانبها عن التدقيق المالي. التحقيق الجنائي هو المبدأ جوزناه، يعني على الأكيد رح يصير التحقيق الجنائي، بتاخد قرار وانتهى الموضوع. يعني هلأ بيبقى بس الجدل، إذا فينا نسميه جدل، على الشركة اللي ممكن نعتمدها. شركة دكتور في عليها جدل على قديس التعاون مع إسرائيل وكذا، بانتظار إحنا آخر تقرير أمني بهيدا الصدد. وفي شركات أخرى تقدم فيها وزير المالية كمان قالت تقدر تعمل فورنسيك أوديت منها، ما في شركتين هني رفضوا، بس في بقية شركات مستعدين. مفروض إن شاء الله نحن موعدين من نهار الثلاثة ينبث الموضوع على الآخر، وتكون الشركة اختيرت ومشينا بالتدقيق الجنائي، ونعتبره نحن هيدي أول الطريق لفتح باب لمعرفة بالضبط شو صار بلبنان، وليش وصلنا لهالنتائج، وليش وصلنا لهالوضع الكارثي اللي نحن فيه. ما هو الباب الوحيد أكيد، بس من أهم الأبواب اللي ممكن تفتح وتعطينا بعض الحقائق. بس معليك ليش صار هذا التأخير؟ يعني القرار التوافق الحكومي حصل منذ حوالي 3 أشهر إذا ماني غلطانة، ليش لليوم لحتى فتحنا ملف الشركة وإذا هي منيحة ولا هي مش منيحة؟ هلا هي الحقيقة الموضوع عند وزير المالية مثل ما أنتم بتعرفوا، من بعد ما انبحثت الأمور وتقررت طرقت قصة التعامل مع إسرائيل، اضطر الوزير أنه يرجع يراجع حساباته. في تأخير بمكان ما، إنما أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أبدا. اللي بيطلع مضبوط على المشهد السياسي اليوم اللي عم بيصير بلبنان بيشوف إنه نحن بحركة مكوكية دائمة، يعني نحن ما ناطرين أبدا. في اتصالات مع أكثر من دولة ومن أكثر من ميلة، من الشرق ومن الغرب وبالخليج، مع كل العالم، وعم نجرب، بس عم نلمس إنه بمكان ما في حواجز عم توقف بوجنا، رح نتجاوزها وعم نسعى جهدنا لنتجاوزها، بس عم نلمس انه ما في مساعده داخليه لحتى نقدم لقدام. يمكن هيدا صح الحديث
فهو حديث الرئيس حسان دياب حديثه لا يعني انه يقيد او لا يعني انه لا يحاول ولن يحاول، على العكس ما عم تهدى الحركه ابدا انما دون صعوبه. طيب صحيح انه جوله اللواء عباس ابراهيم اذا عندك معطيات طبعا يعني كانت سلبيه الجوله العربيه اللي قام فيها او ما سمع؟ بعد يعني ما فينا نقول لا سلبيه ولا ايجابيه، بعد ما بينت ما بينت مضبوط، مع الوقت بدها تبين ومستمره، ما انتهت بالكويت وقطر مثل ما شفتوا اليوم عمل زياره للسفير السعودي وبعدها ماشي صليته كلها، يعني بعد بكير لنحكي بالنتائج ان شاء الله خير. معليك بدي اختم معك بملف وزارتك، احاله ملف المهجرين على التفتيش اليوم، هذا الملف الذي كان بدا به الوزير غسان عطله وتقدم باخبار الى القضاء المختص، اليوم انحال الملف على التفتيش، شو بتفصلي لنا بهالموضوع؟ هو الحقيقه بناء على اخبار الوزير عطله حول الملف على التفتيش من النيابه العامه التنفيذيه، وهذا الشيء انا كنت عم نادي فيه من اول ما استلمت، وكنت عم ناشد القضاء انه يسرعوا ويبتوا بالقضايا اللي متعلقه بوزاره المهاجرين لحتى نفصل الابيض من الاسود. الوزاره للاسف عليها كثير لغط من ناحيه الفساد وهدر المال العام، بس بنفس الوقت فيها ناس شغيله وبدهم يشتغلوا من قلبهم وعم يشتغلوا من قلبهم. اين الاوان انه القضاء يفصل ويفرجي يعطي لكل صاحب حقه، ليه المخطئ والفاسد يضوي عليه والادمي والنظيف اللي بيصير من قلبه كمان يضوي عليه؟ يعني نحن انا الحقيقه اليوم مرتاحه للخطوه اللي صارت، اين الاوان انه القضاء، بتعرفي في قضايا قديمه حتى للمهجرين موجوده بالقضاء، اين الاوان انه القضاء يتحرك؟ وبتمنى مثل ما تحرك مع وزاره المهجرين يتحرك مع كافه الوزارات وكافه الملفات لحتى ننفض الغبار عن كل شيء ممكن يكون سبب بيوم من الايامات بهدر المال العام، ونفتح صفحه جديده ونبلش عن جديد. فاصل ونعود بعدها لمتابعة النشرة. وزير الصحة حمد حسن يؤكد عبر الأو تي في أنه قرار إعادة فتح المطار لم يكن قرارا خاطئا، وأنه موضوع إقفال البلاد من جديد غير مطروح أبدا في هذه المرحلة. ما في يقول خاطئ، في يقول انه بده واحد حياه طبيعيه بدها تعود. نعم. بده واحد تدريجيا بده يرجع يتعايش مع الكورونا. نعم. هالكورونا منتشر، ما في حدا اليوم يسكر كل منافذ الوطن والبلد، وهذا الاغتراب هو مواطن لبناني حقه انه يجي ويشوف اهله ويعيش. نسبة الاصابات بالاغتراب نسبة حتى تاريخي رغم الاعداد اللي سجلناها 50 و70 و90 و100 و135 كان نسبة الاغتراب فيها خفيف. نعم. يعني ما عم نقول قديش 0.5%. اذا مثل كل دول العالم في الواحد يسكر على حاله ويعمل صفر اصابات، مثل ما تسجل عندنا تقريبا من شهرين صار عندنا يطلع 0.2-5، رغم وقتها طلع صفر اصابات نحن قلنا انه هي مش معناته انه انتهى الوباء. صح. لانه عارفين انه هيد فيروس بده ينتشر وبده ينتقل بين الناس، وفتحت البلد اكيد انه بتسجل حالات اكثر، ولكن كثير مهم انه نحن داخليا نرجع مثل ما قلت اليوم بالمؤتمر الصحفي، نرجع نشد ونرجع نقول انه بدنا نرجع نلتزم، بدنا نرجع ناخذ حذر وننضبط لحتى نخلي الاصابات، يعني انا برايي مش مثل الشتاء، بالشتاء كنا نقول 10 12 18، يعني نحن اذا بنضلنا دون 30 اصابه 40 اصابه بيكون الوضع جيد. نعم. تدريجيا الى انه نرجع للتارجت اللي حطيناه واللي كنا دون ال 20 دائما عم نسجل. لدى الاو تي في معلومات انه في ابنه احد السياسيين دخلت المطار ولم تجري فحص البي سي ار، وقالت انه بيي رح يعمل لي فحص خاص، قالت هذا الشيء للمعنيين في المطار، هل عندك اي معلومات وهل هذا التفلت الذي حصل ممكن ان يحصل مع غيره؟ يعني انا حقيقه ما بدي فوت بالتفصيل، بس بدي اقول نحن مفترض كسياسيين نكون نحن نموذج وعبره للاخرين.
انه يمكن وصلت ما بعرف اذا على برايفت جيت ولا لا، ان شاء الله تكون عامله البي سي ار برا من محل ما اجيت. نعم. بخفف وطئه التداعيات او نتائج سلبيه لهذا التصرف. نعم. ولكن انه منه العمل يعني الكثير لها، اذا فعلا بيكون انا بتمنى من سعاده النائب انه يتعاطى مع الموضوع بجديه، واكيد هن عندهم هالوعي وهالحرص انه يعملوا له الفحص لحتى يضمنوا ويامنوا سلامتهم وسلامتها. هل هناك من اتجاه لعوده اجراءات محدده الى الواجهه مثل المفرد مجوز؟ وماذا عن يعني شغله بتهم كل اللبنانيين، الارجيله؟ اول شيء مشان الاجراءات والتشدد، ونرجع على بعض كفايه جزئي لبعض المؤسسات او المرافق، وبنفس الوقت اذا بدنا نحكي عن حركه السيارات وهي إدارة السير وهيك، انا برايي هي كلها رهن التسجيل الميداني اللي عم بصير. بس انا بستبعد انه نروح على هيك قرار، خاصه انه مثل ما عم بقول المتابعات الطبيه والعوارض اللي عم بتصير هي عوارض خفيفه، اغلبيه المصابين عم بيكونوا هن مايلد او اسيمتوماتيك، اغلبيتهم اسيمتوماتيك، حدا مايلد ومودريت يعني شيء بسيط. مشان هيك نحن هيد مؤشر لانه ضروري مهم، وبنفس الوقت بيعنينا الرقم من الناحيه المعنويه كمان، انه بس اقول 100 رقم صادم بالنسبه لنا وقت الخمس ست اشهر عم نشتغل على مثل ما قلت 10 و20. اما انه نحن نروح على اقفال البلد، بعتقد انه هيد الموضوع هلا مش مطروح ابدا على للنقاش، لحتى ما نعمل كمان، لانه كثير عم يتصلوا فينا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الاغتراب عم بيقول خايفين نجي وترجعوا تسكروا. صح. انا بدي اطمنهم طول ما هن عم بيلتزموا، يعني هول الحالات اللي انا برايي صاروا اكسبشنال اللي مرقوا، انه اجا وراح شارك بعرس او اجا وراح شارك بعزاء او راح على عشاء، بدي اعتبر انا انه هيد استثناء مرق تعلمنا منه انه الحاله بتعمل 30 حاله، يعني انا بدي اقول اليوم الحاله اللي اليوم اللي تسجلوا بمنطقه البقاع مثلا لهم علاقه بالحدث اللي صار ببيروت من وراء واحد مغترب. فاذا يعني اذا بدي اجمع السلسله اللي صارت بحدود ال 20 او 25 اصابه من فرد واحد وهكذا دواليك، نحن بدنا الاغتراب هن يكونوا مبادرين للالتزام ومسؤولين اسرهم وعائلاتهم كمان يقولوا لهم لا في عندنا مبادئ وفي عندنا انجاز انعمل على الصعيد الوطني يجب ان نحافظ عليه سويا، اغتراب ومقيم نكون عم نشتغل على نفس الوتيره. بعد اسبوعين على فتح مطار بيروت، ماذا عن حركه الوافدين؟ رئيس المطار يصف الحركه بالجيده، ووزير الاشغال يتحدث عن معدل ما يدخل الوافدون من دولارات الى لبنان، ويقول التعويل هو على هذا المرفق الحيوي. تقرير زميلي جوال بويونس. هكذا يبدو المشهد في مطار بيروت هذه الأيام، حركة وافدين لافتة ولو ضمن النسبة الاستيعابية المحددة ب 10% تماشيا مع ضرورات إجراءات كورونا. حتى الساعة الوضع منيح، يؤكد رئيس مطار بيروت والمدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، ويتحدث بالأرقام للأو تي في. الوقت اللي فتحنا من 1/7 معدل القادمين إلى لبنان باليوم الواحد عم بيكون بال 2000 راكب، في نهار بتسعة الشهر وصلنا تقريبا لحدود 3000 راكب، نحن تواصلنا مع دائرة أمن عام المطار اللي عم نعرفه إنه في جنسيات، في أجانب عم يجوا على البلد، اليوم الطيران العراقي عم بيجيب عراقيين، الخطوط الإماراتية والقطرية عم بيجيبوا ركاب، أكيد بانتظار إنه هالدول الخليجية ترجع تفتح حدودها بشكل طبيعي، حلات السوق الحرة عم نشوف في حركة مسافرين وفي حركة شراء موجودة، اليوم في مشكلة كبيرة بتطال حركة الطيران بكل العالم مش بس بلبنان. بناء على هالمعطيات انا بتوقع انه لا، اذا بحال بدنا نوصل لرقم منيح بهالفتره ما يكون فوق ال 4000 ل 5000 بالنهار. في مغادرين لبنانيه كثار؟ حركه المغادره كل يوم عم تكون اقل بكثير من حركه القادمين، يعني اذا عندنا بالارايفل عم بيكون 3000، عم بيكون بالديبارتشر او بالمغادره في عندنا بال 1000 1500، وهذا شيء مؤشر منيح.
بدوره يقارب بإيجابية وزير الأشغال أرقام الوافدين، ويتحدث بالأرقام أيضا عن معدل ما يصرفونه في لبنان. نحن حددت هالتاريخ صار واصل على المطار 33614 راكب. تقديرنا أنه على المعدل في 10,000 دولار تقريبا لكل راكب، يعني 10,000 دولار عم تحكي ب 30 مليون دولار باليوم، يعني حوالي 200 مليون دولار بالأسبوع، يعني ممكن حوالي 800 مليون دولار بالشهر بيفوت على لبنان من وراء المغتربين اللي راجعين. وبعتقد أنا لولا بعض المضاربة اللي هي بعد عم بتصير بالسوق السوداء، جزء من سبب اللي بتشوفي انه عم ينخفض الدولار من وقت لوقت هو بسبب الاموال اللي عم تيجي من برا، واكيد هيدي بدها تبين على المدى المتوسط والطويل، لان فعليا بدي اقول لك رقم كثير مهم، انه من اللي عم يجوا على لبنان نسبه المعن بي سي ار بوزيتيف هي 0.5%، يعني مش نسبه بتهدد ابدا الوضع الداخلي من الناحيه الصحيه. وهذا مرفق الاهم شيء فيه انه ما حدا في يمنع المغتربين أن يرجعوا، أن المطار ما رح يسكر بقى، فتح طيبال فاتح. رغم كل ما يحصل عندنا فزوار لبنان اشتاقوا لبيروت، ولسان حالهم أكيد بدنا نساعد اقتصاد لبنان. سياحة جاي، سياحة وتجارة كمان. بدكم تصرفوا دولارات بلبنان؟ طبعا بدنا نصرف. عذبتوا شي فحوصات بي سي آر؟ لا. دفعتوا شي إضافي؟ لا ما دفعونا. جاي من أمريكا مرتخية؟ عادي جاي على الصيفية. في دولارات رح تصرفوها؟ هن اكيد هن بيصرفوا، يعني جيب بدي اشوف اهلي عائلتي وبدي اشوف لبنان بنفس الوقت. بتساعد لبنان اقتصاديا؟ اذا الله راد. طبعا في. ليه جيتوا؟ اشتقنا لبيروت. خلوكم تفوتوا دولارات مبلغ منيح؟ ما سالونا. قد ايه حامل؟ حامل انا 2000. رح تصرفهم يعني عنا؟ يعني شو جايين نعمل هون؟ فليت بعض الداخل يتعلم من غيرة الخارج وحرصه على لبنان. في عز أزمة كورونا لا يزال مطار بيروت من المطارات الأأمن في العالم. المعنيون متفائلون، والتعويل الأكبر على رفع حركة الوافدين من 2000 شخص يوميا إلى 4000 علها تبث أكسجينا في اقتصاد يترنح. من مطار بيروت، جويل بيونس، وتي في. ومع هذا التقرير نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر فيسبوك وتويتر. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.